السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية كده أتمنى إنكم تكونوا بخير، وأتمنى إن الناس تكون استفادت من المحاضرة بتاعت إمبارح والمحاضرة بتاعت يوم الجمعة. زائد إن إحنا بالنسبة للمواعيد، أول نقطة حابب إن أنا أوضحها إن إحنا أخرنا المواعيد عشان خاطر صلاة المغرب، علشان كلنا نصلي المغرب وبعد كده نبدأ. تمام؟ فيوميا هيبقى ميعاد من الساعة 6، يعني هيبقى من 6 لحد 7، ساعة واحدة بس. فأنا برضو مش هزود على الناس، لأن برضو يعني كمية المعلومات اللي هناخدها في المحاضرة ما تكونش كتير على الناس برضو عشان نقدر نستوعب. زاد إن هناخد يعني كمية كافية لينا في كل محاضرة. زي ما اتفقنا امبارح على اللي هتشرح في محاضرة النهاردة، إن شاء الله هنكمل باقي جزء أساسيات الكمبيوتر ويندوز 10. هنشرح مع بعض إعدادات الشاشة، هنشرح مع بعض الأدوات أو الأوامر بتاعة التاسك بار، وهنشرح مع بعض في زيز بي سي الثلاث قوائم الموجودين فوق عندي، وهنشرح إن شاء الله مع بعض جزء من كنترول بانل. والمحاضرة الجاية هنخلي اللي هو جزء السيتنج اللي هو الإعدادات محاضرة بكرة، وجزء اللي هو البيرسوناليز أو التخصيص هنشرحه برضه في محاضرة بكرة. وبإذن الله بكرة هنكون خلصنا أساسيات الويندوز، خلصنا أول مديول خاص بالامتحانات الدورية. ثم بعد كده إن شاء الله هنبدأ في أساسيات الإنترنت، هندخل على أساسيات المتصفح الجوجل كروم، وهنشتغل شوية برضه في الأوتلوك. ثم بعد كده هنتطرق لبرامج الاوفيس اللي عندي الاربعه، اللي هو الوورد والباوربوينت والاكسل والاكسس، وهنشرح كل برنامج بالتفصيل. بمعنى لو جينا اتكلمنا على المنهج الاساسي والرسمي للاي سي دي ال او الاي سي دي ال تيتشر او اي سي 3، فانت في المنهج بتاعك بيشرح لك فايل هوم انسرت. حتى انسرت مش بتتشرح كلها، ان في اوامر مش علينا في انسرت، بس احنا هنشرح القائمه دي كلها بالكامل ان شاء الله مع بعض. في قائمه جديده هنشرحها، قائمه درو، قائمه ديزاين هنشرحها بالكامل، لي اوت نفس القصه، وهنشرح قائمه ريفرنسز برضو بالكامل. القائمه دي رغم ان هي مش علينا بس هنشرحها بالكامل برضو كمعلومه زياده للناس اللي بتستخدم الابحاث العلميه. الميلينج اللي هو المراسله برضو هنستخدمها مع بعض، هنشرحها بالتفصيل. وقائمه ريفيو وقائمه فيو هنشرحهم، وهنشرح قائمة ديفولوبر. تمام، ده بالنسبة للوورد والباوربوينت. هيبقى نفس القصة برضو الاكسل، برضو هنشرح معادلات مع بعض. مش هنكتفي بمعادلات المنهج، لا هنزود ان شاء الله بإذن الله معادلات زيادة معنا. نبدأ ان شاء الله في محاضرة النهاردة. كنا اخذنا المحاضرة اللي فاتت، هعمل مراجعة سريعة ازاي اكبر واصغر ايقونات سطح المكتب عن طريق كليك يمين على سطح المكتب وبختار فيو، ثم هختار منها اللارج ايكون او الميديم او السمول. طيب لو عايز اخفي ايقونات سطح المكتب اشيل علامة الصح من شو ديسكتوب ايكون، لو عايز احرك الايقونة اشيل علامة الصح من الاوتو ارينج ايكون، اوتو ارينج ايكون. طيب علشان نحافظ على المحاذاة يعني المسافات ما بين كل أيقونة والتانية، أعلم علامة صح على الألاين أيكون تو جريد. طيب سورت باي ترتيب أيقونات سطح المكتب، عندك نيو بنشئ من خلالها مجلد جديد. طيب بيجي لك سؤال في الامتحان الدولي بيسألك، بيقول لك إيه أفضل تسمية الملف؟ يعني أنا عملت مجلد، بيقول لك هل الاسم ده أفضل تسمية اللي هو انا كتبته كله عربي، ولا يجي واحد تاني يعمله لي مثلا نص عربي ونص انجليزي، بالشكل ده، ولا يجي واحد يعمله لي بالانجليزي بس، ولا يجي واحد يعمله لي بالشكل ده.
أنا عايز إجابات الناس، تفتكروا مين أفضل تسمية من التسميات الأربعة دول؟ بيجي سؤال في الامتحان الدولي بيسألك إيه أفضل تسمية في التسميات الأربعة دي؟ واحد اللي هو إيه؟ اللي هو قانون التعاون كو لو، ولا اللي هو فيه الأرقام؟ تمام، ثلاثة. طيب الإجابة الصحيحة اللي هي قانون اللو، اللي هو بالعربي يا إما بالإنجليزي أفضل تسمية، يا إما يقبل التسمية بالعربي بالكامل يا إما تقبل تسمية بالإنجليزي بالكامل. بالظبط، لغة واحدة دي أفضل تسمية عندي. زي أنا لما أجي أعمل كلمة سر لأي أداة عندي، لأي جهاز، لأي تليفون، كلمة السر لازم تكون حروف وأرقام ورموز. طب إشمعني استخدم التلاتة؟ إشمعني استخدم حروف وأرقام ورموز؟ علشان خاطر بتكون كلمة السر اللي هي بتتكون من حروف بس بيكون سهل إن حد يكتشفها، رموز بس برضه سهل إن أنا أكتشفها، طيب أرقام بس برضه سهل إن أنا أكتشفها، فعلشان كده بنخليها حروف وأرقام ورموز. ده بالنسبة لكلمة المرور. أما بالنسبة للتسمية بتاعة المجلدات يفضل يا إما تكون كلها عربي يا إما كلها إنجليزي، تكون لغة واحدة. طيب حلو خالص لحد الآن. هنضغط دروبت كليك يمين على سطح المكتب وهختار حاجة اسمها Display Setting، إعدادات الشاشة. إعدادات الشاشة، أول حاجة خالص فوق في إعدادات الشاشة عندك قائمة طويلة ناحية اليسار. ناحية اليسار في قائمة عندك، حلو كده؟ حلو. هنا بيقول لي إيه؟ Change Brightness، الشفافية نفسها أهو. ملاحظين إن الشاشة الإضاءة بتاعتها قلت شوية أهو، أنا كده بعلي فيه أهو، دي الشفافية بتاعتي. طيب نايت لايت ده بيقول لي إيه؟ هيتقفل لحد الساعة 9 بالليل، الوضع الليلي، الوضع الليلي. طيب أنا دلوقتي بيقول لي إيه؟ هنا في حاجة اسمها السكيل أند لي أوت، اللي هو الأبعاد والتخطيط. بيقول لي أول اختيار عندي بيقول لي change the size of text apps and other items، تغيير حجم النصوص والتطبيقات والملفات الأخرى. تعالوا كده نختار 175. لاحظين إيه اللي حصل؟ حجم الكتابة نفسها كبر معايا. تعالوا كده نختار 150، لا صغر شوية. طيب 100 صغر خالص. طيب 125 ده المناسب بالنسبة لي. عشان كده هنا قال لي ايه؟ قال لي ان ال 125 دي الريكومندد، الموصى بها، يعني من الافضل ان انا اختار ايه؟ 125، الافضل ان انا اختار 125. طيب هنا الريزوليوشن، الدقه بتاعت كل جهاز، كل جهاز بيكون له دقه غير التاني، فيفضل ان ما حدش يلعب فيها لان بتكون سبب كبير في تعطيل الجهاز. يعني ممكن ان انا اختار دقه غلط اهو، شايفين عملية معايا في الدقة ريزوليوشن. لو عايز احفظ التغيرات دي هقول له كيب تشينج، احفظ لي التغيرات. طب انا مش عايز احفظها، ريفيرت، ادي حالي زي ما كان التاني. بختار الريزوليوشن اللي مكتوب جنبها كلمة ريكومندد، يعني موصى بها، يعني من الافضل انك تختار الريزوليوشن بتاعك. تعالوا كده نختار ريزوليوشن زي دي، ادي شكلها. ناس كتيرة بتلاحظ ان الجانب الايسر في الشاشة والجانب الايمن باللون الاسود، وتبقى الشاشة بتاعتك في النص. ده بسبب ايه؟ بسبب الريزوليوشن، بسبب الريزوليوشن.
علشان كده انا بختار الريزوليوشن الموثق بها. الاورينتيشن طريقة العرض، اللاندسكيب الطريقة اللي انت عارض بيها دلوقتي هي طريقة اللاندسكيب الافقية. طيب تعالوا كده نختار بورتريت رأسي، ادي شكل البورتريت. طب لا انا هختار لاندسكيب فليب، هيعكس المرة دي، هيخلي لي اللي تحت فوق واللي فوق تحت. طيب بورتريت فليب برضه هيعكس، مشكلة في الشاشة ده. بالنسبة للأورينتيشن ده بالنسبة لجزء إعدادات الشاشة. طيب ناحية اليسار عندك برضو إعدادات تانية، عندك كلمة اسمها ساوند، ساوند اللي هو الصوت، هندوس عليه، ده اللي هو الصوت بتاع الجهاز الفوليوم أهو 80، كل ما أعلي أنا صوت واطي دلوقتي أهو، ده صوت الجهاز. تحت اللي هو التست بتاع الميكروفون بتاعك أهو، كل ما أعلي صوتي أهو الصوت بيعلى معايا، فده التست بتاع الميكروفون. كويس خالص، ده اللي انا عايزه فيه الساوند. طيب عندك حاجه اسمها النوتيفيكيشن اند اكشن، الاشعارات، تعالوا ندوس عليها. عندك حاجه هنا اسمها النتورك اللي هو الشبكات، عندك حاجه اسمها التابلت مود، الوضع بتاع التابلت، خليه لك في وضع تابلت. هنا بيقول لي الاول سيتنج، كل الاعدادات اللي عندك، كل الاعدادات اللي عندك. هنا اللوكيشن ده الموقع، اللوكيشن اللي هو الموقع بتاعك، لو عايز افتح موقع، يعني افتح موقع، يعني نفترض دلوقتي انا نسيت التليفون بتاعي ونسيت الجهاز بتاعي في مكان معين، عن طريق الموقع ده انا اقدر اوصل للتليفون بكل سهولة. طيب هنا النايت لايت ده الوضع الليلي، السكرين سناب ده السكرين شوت، هنا بلوتوث ده الواي فاي، ده اللي هو لو عايز افتح حاجه اسمها نقطه اتصال الهواتف المحموله اللي تظبط، دي اللي هو الشفافيه، ده اللي هو وضع الطيران، ده اللي هو الاشعارات اللي بتظهر لك تحت اهي، اهي ظهر هنا كمان معاك، هي هي الاشعارات الموجوده تحت، ده البلوتوث، ده هي وضع الطيران، ده الواي فاي، ده لو عايز افتح وتظبط، دي الشفافيه بتاعتي، ده لو عايز اخليه في الوضع الليلي اهو نايت لايت. شايفين اللي حصل؟ الشاشة صفرت، ده الوضع الليلي، خليها اوف. يجيبها من فين؟ من تحت، في علامة زي علامة الرسائل جنب الساعة والتاريخ، ده اللوكيشن، انا كده فتحت الموقع بتاعي، خليه اوف. ده اللي هي اول سيتنج اللي بيفتح معاك الاعدادات، انت اصلا فاتح اهو. تعالوا كده نختار حاجه اسمها الاول سيتنج، فتح معاك اعدادات جهاز. عندك بعد كده حاجه اسمها الباور اند سليب، الباور اند سليب، ما الفرق بين النتورك والواي فاي؟ تعالوا كده نتورك، فتح معاك كل الشبكات اللي عندك. طيب فين الواي فاي اهو؟ عندي مشكلة. طيب انا صوتي واصل للناس ولا لا؟ الصوت واضح؟ انا من غير ما اقصد قفلت الواي فاي، الصوت واضح؟ تمام كويس خالص. طيب يعني كده دلوقتي تمام؟ واضح دلوقتي؟ اولا الفرق ما بين الواي فاي وما بين النتورك، الاثنين نفس الاستخدام، الاثنين واحد، بس النتورك اللي هو الشبكات، انا عندي كذا نوع من انواع الشبكات، عندي شبكه محليه، وعندي شبكه محليه لاسلكيه، وعندي شبكه واسعه،
وعندي شبكة الخادم، وعندي الشبكة الشخصية، وعندي الشبكة المدنية، وعندي شبكة الجسم، ودي كلها أنواع شبكات موجودة عندك. أما الواي فاي اللي هو الاتصال الهوائي، الواي فاي ده نوع من أنواع الشبكات. الواي فاي نوع من أنواع الشبكات، بس نوع من أنواع الشبكة المحلية اللاسلكية. يعني إيه محلية لاسلكية؟ الواي فاي ده أنا لازم علشان أتصل بيه لازم أحط كابل إنترنت في الجهاز بتاعي؟ لا، إن بيكون الاتصال عن طريق الهواء، الاتصال الهوائي. فالواي فاي ده نوع من أنواع الشبكات. يعني أنا عندي الجزء اللي هو الواي فاي، الكل اللي هو النتورك أو الشبكات. هنا بيقول لي حاجة اسمها الباور أند سليب. الباور أند سليب هنا بيقول لي السكرين، الشاشة. دلوقتي أنا هلعب في إيه؟ في إعدادات الباور بتاعة الشاشة. بيقول لي أون باتري باور تيرن أوف أفتر. يعني معنى الكلام ديت البطارية بتاعتك أو زر الباور أو الطاقة هيقفل بعد قد إيه؟ يعني أنا هحدد له مدة يقفل فيها. يعني أنا عايزه يقفل بعد 25 مينت، 25 دقيقة. أنا عايزه يقفل بعد ساعة، أهو أنا عايزه يقفل بعد 3 ساعات. فتلقائي لوحده الشاشة بتاعتك هتقفل بعد 3 ساعات. طيب خليها نيفر. طب هننزل تحت، هنا بيقول لي السليب اللي هو وضع السكون. برضو بيقول لي البي سي اللي هو البيرسونال كمبيوتر، كمبيوتر الشخصي، هتعمل له عملية سليب او سكون بعد قد ايه؟ برضو انت بتحدد المدة اللي انت عايزها، بتحدد المدة اللي انت عايزها. طيب في الباور اند سليب هندور على كلمة اسمها additional power setting، إعدادات إضافية لزر الطاقة أو زر الباور. يا إما هتلاقيها ناحية اليمين يا إما هتلاقيها تحت، هندوس عليه. أول ما أدوس عليها ظهرت معاك إعدادات كتيرة. أنا هختار منها أول أمر خالص اللي هو choice what the power button does. اختار زر الطاقة هيعمل إيه معاك. حلو خالص. هنا انا عايز اعمل ايه؟ انا نفترض دخلت على قائمه ستارت وعايز اعمل باور او عايز اقفل الجهاز. بدور على كلمه هايبر نت ما لقيتهاش، عايز اظهرها. اظهرها ازاي؟ في الباور اند سليب هختار منها اديشنال باور سيتنج، ثم هختار اول اختيار choice what the power button does. ثم هختار من هنا، انا اقول له انا عايز اغير الاعدادات change setting. طيب هو هنا معلم علامه صح على ايه؟ هايبر نت. تعالوا كده نشيل علامه الصح ونقول له save change، احفظ لي التغيرات. تعالوا كده نروح على قائمه start ونروح على الباور. فين هايبر نت؟ اتشالت. طب عايز اظهرها، اروح برضو تاني هنا من التشينج سيتنج واروح اعلم عليها علامه صح واقول له سيف تشينج او حفظ التغيرات. هروح في قائمه ستارت الاقيها ظهرت معايا. هنا ده بالنسبه للبطاريه بتاعتك كام؟ 26% اهو، 27 دي البطاريه. تمام. ده هنا التابلت مود، ده وضع يخلي لك الجهاز في وضع التابلت، بس يفضل احنا ما نستخدموش. هنا بيقول لي الريموت ديسكتوب، يبقى عندي القدرة على التحكم في سطح المكتب. فده كل اللي يهمني، ده اللي هو ستور ايج اللي هو التخزين بتاعك اهو. ده السي وده الدي، السي والدي. بيقول لك هنا السي انت عندك 424 جيجا بايت، وعندك الدي 507. هنا بيقول لك انت مستخدم 332 جيجا بايت مستخدمها، اما الفاضي 91.5. هنا 481 جيجا بايت مستخدمها، اما الفاضي 26.1. الوضع بتاع التابلت هرجع عليه تاني بس بعد ما نكمل ده. فهنا بيظهر معايا
اللي هو التخزين بتاعك. انا عندي سي وعندي الدي، نفترض عندي درايفات تانية فبرضه بزرها معايا. وضع التابلت ده بيخلي لك الجهاز، يعني مش هقول حجمه زي حجم التابلت، انا قصدي على الشاشة نفسها، الحجم بتاع الشاشة بتاعت التابلت مثلا الريزولوشن بتاعتها كمثال 1028 في 728، فهخلي لك الجهاز على نفس الوضع ده، هحول لك الشاشة بتاعتك كأنك بتستخدم تابلت، بس ده بيلعب في ايه؟ بيلعب في الريزوليوشن بتاعتك. تمام، ده بالنسبة لوضع التابلت مود، وكده كده اصلا احنا هنشرحه بالتفصيل ان شاء الله المحاضرة اللي جاية. ده بالنسبة لإعدادات الشاشة. لحد الآن أتمنى إن الأمور تكون بسيطة. عندك من تحت التاسك بار اللي هو شريط المهام، تعالوا كده نضغط كليك يمين عليه، فوق خالص عندي حاجة اسمها التول بار اللي هو أدوات الشريط، تعالوا كده نختار منها أدرس، ظهرت تحت العنوان ده بحط رابط فيه، عايز أخفيه من تول بار اشيل علامة الصح من ادرس. طيب تعالوا كده من التول بار اروح اعلم علامة الصح على ديسكتوب، اهو ظهرت تحت كلمة ديسكتوب، ندوس على السهم اللي فوق كلمة ديسكتوب، دي كل الحاجات الموجودة عندك على الديسكتوب، اهي كل الحاجات الموجودة عندك على الديسكتوب. اخفيها تاني ازاي؟ كليك يمين في مكان فاضي على التاسك بار، من التول بار اروح أشيل علامة الصح من الديسكتوب. أنا دلوقتي بدور على علامة السيرش أو البحث مش لاقيها، عايز أظهرها، أظهرها إزاي؟ كليك يمين على التاسك بار أو شريط المهام وأدور على كلمة بحث، فين كلمة بحث؟ أهي سيرش، سيرش أو بحث. أنا عايز أعمل لها إيه؟ أنا عايز أخفيها، أختار هيدن. طيب انا عايز اظهر الايقونه بتاعت البحث اللي هو شو سيرش ايكون، هدوس عليها ادي ظهرت من تحت. طب انا مش عايز اظهرها في شكل ايقونه، انا عايز اظهرها في شكل بوكس او صندوق، اهي سيرش واختار شو سيرش بوكس، فظهرت معاك في شكل صندوق او مستطيل صغير. ده بالنسبه لي السيرش. كليك يمين على التاسك بار واروح اعلم على حاجه اسمها الشو تاسك فيو بوتن، ايه اللي ظهر؟ اهي نخلي بالنا هنا، نبص على الفولدر او المجلد، بصوا ايه اللي هيظهر، ظهرت جنبه التاسك فيو، فتح معاك كل الملفات اللي انت فتحها، اهي دي كل الملفات انا فتحتها او اللي انا فاتحها دلوقتي. طيب اللي فتحتها النهارده بس الصبح اهي، طيب اللي فتحتها امبارح اهي، اللي فتحتها يوم 11 اهي، يوم 10 2 اهي، فده بيظهر لك تفاصيل ملفات اللي انت فتحتها قبل كده. طيب تعالوا كده نعلم على كلمه اسمها الشو بيبل اون ذا تاسك بار، فظهر هنا علامه شخصين اهو، تعالوا ندوس عليها، ده هي يعتبر بالنسبة لي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، وسيلة مراسلة مع الناس. زي ايه؟ زي مثلا الواتساب، زي التليجرام، زي الفايبر، زي الانستا، زي الماسنجر، زي الفيسبوك، فدي وسيلة تواصل، دي برضو وسيلة تواصل. بس على انا اهو عايز اضيف حد، هشوف هضيفه ازاي، مثلا انا هضيف ناس اقول له people get started. طب انت هتعمل تصدير للكونتاكت او وسائل الاتصال بتاعتك، اهو بيقول لي add an account، هتضيف الايميل بتاعك. كل دم ريدي تو جو،
بس دي اللي هو جهات الاتصال اللي عندي على التليفون، ممكن اختار اي واحد فيهم بالشكل ده اهو. ايا كان من الشخص اللي انا هختاره مثلا، مش موجود في ويندوز 7. بيقول لي هنا ايه، كول ويز سكاي بي او كول ويز يور فون. انا هعمل اتصال بواسطة التليفون بتاعي اهو، التليفون بتاعي وهكذا. ده يعتبر موقع بالنسبة لي من مواقع التواصل الاجتماعي. اشيله ازاي؟ اروح اشيل علامة الصح من عليه. طيب كليك يمين على التاسك بار واختار حاجة اسمها الشو ويندوز لينك ورك سبيس بوتيم، هندوس عليها. فظهر معاك الزرار ده اللي هو شكل زي ال كمانجة أو العود، هندوس عليها. فظهر معاك هنا تطبيقات، تطبيق اسمه الستيكي نوت، هنشرحه إن شاء الله بالتفصيل مع بعض، والسكتش باد والسناب. هنا بيقول لي ريسنتلي يوزد، آخر برامج أنت استخدمتها، وده اللي هو الاقتراحات اللي عليك. شيلها تاني من هنا. طيب بالنسبة للوحة المفاتيح هظهرها ازاي؟ كليك يمين على التاسك بار واروح اعلم علامة صح على شو تاتش كيبورد بوتن، فهتظهر معايا من تحت وادي افتحها وابتدي اكتب عليها زي ما انا عايز، ابتدي اكتب عليها زي ما انا عايز. طيب انا دلوقتي مثلا دخلت على زوز بي سي وضغطت كليك يمين على التاسك بار ورحت علمت على كلمة اسمها show the desktop، ايه اللي حصل؟ وداني على سطح المكتب، وداني على سطح المكتب. كليك يمين اقول له show the desktop، وداني على سطح المكتب. طيب كليك يمين على التاسك بار واختار حاجة اسمها التاسك مانجر، ده هو مدير المهام. دي مثلا عندي كذا تطبيق اهو، دي كلها تطبيقات موجودة عندي. نفترض ان التطبيق ده مهنج وعايز اقفله، انا فتحته اهو، هروح اقول او ادوس على كلمة ديليت من لوحة المفاتيح، يا اما كليك يمين عليه واختار حاجة اسمها الاند تاسك، انهاء المهمة. الملف مهنج معايا ومش عايز اقفل، اقفله ازاي؟ كليك يمين عليه واقول له اند تاسك او انهاء المهمة، اللي هي اختصارة ايه؟ Alt مع Control مع Delete، Alt مع Control مع Delete، Alt مع Control مع Delete، هيفتح معاك التاسك مانجر. طيب بالنسبة للتاسك بار شريط انا عايز احركه، عايز اخليه ناحية اليمين، هضغط كليك يمين على التاسك بار واروح اشيل علامة الصح من كلمة اسمها Lock the Task Bar. تعالوا كده كليك شمال على التاسك بار ونسحب ناحية اليمين اهو، اسحب لفوق اهو، ناحية الشمال اهو، اسحب لتحت برضو اهو. يبقى ازاي؟ ان انا بشيل علامة الصح من كلمة اسمها لوك ذا تاسك بار. اثبته التاني ازاي؟ ان انا اعلم علامة صح على لوك ذا تاسك بار. تعالوا كده مثلا نفتح مع بعض، خلاص مش عايزه، جيت فتحت ملف بالشكل ده. ورحت جيت فتحت ملف تاني. كده انا عندي كم ملف انا فاتحه؟ انا مش عايز ده، عندي ملفين. فانا فاتح الملفات اهي، فاتحها يعني، ما ينفعش اروح كده على سطح المكتب واضغط كليك يمين على التاسك بار هلاقي الثلاث اوامر تحت بعض مقفولين. طب تعالوا كده نجرب نفتح الملفين فوق بعض واضغط كليك يمين على التاسك بار، ايه اللي حصل؟ الثلاث اوامر اللي كانوا مقفولين اتفعلوا معايا. تعالوا كده نختار كاسكيد ويندو، هندوس عليه، ايه اللي حصل؟ خلالي الملفين تحت بعض اهو، خلاهم لي تحت بعض بالشكل ده.
بخلي الملفين تحت بعض. ده بالنسبة لإيه؟ كاسكيد ويندو. طيب تعالوا كده نختار شو ويندوز استجد، خلى لي الملفين إيه؟ تحت بعض، قسمهم لي ما بين الصفحة بتاعتي، ده في النص الفوقاني ده في النص التحتاني، فهو قسم الصفحتين تحت بعض. طيب تعالوا كده نفتح الاتنين دول برضو، والمرة دي هختار اللي هو شو ويندوز سايد باي سايد، برضو عمل لي ايه؟ قسمهم لي تحت بعض، يعني معنى كده ان الاستاكد والسايد باي سايد الاتنين بيعملوا نفس الحاجة. طيب ده بالنسبة للتلات اوامر دول، بس على الاقل لازم اكون فاتح ملفين عندي. لحد الآن بالنسبة لكل الأوامر دي فيها أي مشكلة؟ زائد برضو القائمة دي في بس البرسونالايز، بس هشرحها المحاضرة اللي جاية، لأن هشرح حاجة تاني مكانها دلوقتي. البرسونالايز دي القائمة بالكامل بالتفصيل هنشرحها إن شاء الله محاضرة بكرة، بس الأول القائمة دي كلها بدون البرسونالايز وجزء التاسك بار قائمة ستارت فيهم أي مشكلة؟ كمل. ما هو بالنسبة لهندسة الويندوز 11، احنا ليه بنشرح على ويندوز 10؟ لأن الامتحان أصلا هيجي على ويندوز 10 مش 11، ف11 فعلا فيه أوامر هتلاقيها كتير مختلفة شوية. طيب أنا معلش محتاج بس حد من الناس الموجودة يشرح لي قائمة فيو، يشرح لي قائمة فيو. مين هيتكرم معانا ويشرح لي قائمة فيو؟ باشمهندس محمود، اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام هندسة، أخبار حضرتك إيه؟ أخبار حضرتك إيه؟ منور الدنيا يا باشمهندس، أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله بخير يا هندسة. حضرتك تفتح لنا القائمة فيو وأنا أشرح اللي جواها؟ اتفضل. أكيد. عندي قائمة فيو في الأيكون نفسها، ممكن أخلي الأيكون تكون حجم كبير لارج أيكون، أو متوسط ميديم أيكون، أو سمول أيكون. دي بالنسبة للفيو. أكمل ولا هي فيو بس؟ عندي طبعا بعد كده الـ آت أوتو أرينج، بتخلي الأيقونة ثابتة في مكانها، ما أقدرش أحركها كده أو كده، ولذلك لو سألني أحرك الأيقونة مثلا إلى أقصى أعلى يمين الشاشة لازم أشيل العلامة من قدام الأوتو أرينج، وساعتها أقدر أحرك الأيقونة. تمام كويس. اللي بعديها ممكن تقراها لي لأن أنا مش شايفها كويس، معلش. اللي هو الالاين ايكون تو جريد، الاين ايكون اللي هو المحاذاه او الموازاه، ان انا المسافه بين الايقونات ممكن احشر فيها ايقونه لو الجزء دوت مش متفعل يعني، فممكن احط ايقونه بين الايقونات اللي موجوده. كويس. الاخيره الاخيره اللي هو شو ديسكتوب ايكون، بتزيل او بتمسح كل الايقونات من على الشاشه، بتبقى الظاهره كلها على الشاشه بالكامل. أشكرك يا هندسة جدا، أشكرك. بنتعلم ميكر، شكرا لك يا باشمهندس. العفو عليك. باشمهندس أحمد معلش، يعني خليك فاكر مين الناس اللي بتجاوب معانا خلال السيشن، يعني إن ناس زي هيبقى ليها بونص زيادة إن شاء الله بإذن الله. فتعودوا إن طول الفترة اللي جاية إن شاء الله هنسأل كتير، لأن كل قصة أنا هشرح وهعمل كل اللي هقدر عليه. بس انا كمحاضر هيبقى عليا جزء، وانت كمتدرب هيبقى عليك جزء، فكلنا بنكمل بعض، فانت هتشرح مره وانا هشرح مره. تمام، فنكمل ان شاء الله الشرح بتاعنا. طيب محتاج حد برضو يشرح لي الفرق ما بين الكاسكيد ويندو والشو ويندوز ستاكد والشو ويندوز سايد باي سايد، ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ ايه الفرق ما بين الثلاثة؟
باشمهندس محمد تهامي، اتفضل هندسة. الكاسكيد ويندوز مش مهم، لو اخترت الكاسكيد ويندوز بيجيب لي، بفتح مثلا لو عندي ملفين وورد بيحطهم واحد خلف الثاني، يعني يحطهم لي مرتبين تمام. يكونوا كاسكيد. لو ستاك، لو انا اخترت ستاك ده يحطهم لي بحيث ان هو يكون قاسم الصفحة جزئين، موجود واحد فوق اللي تحتيه. ولو اخترت سايد باي سايد هيخليهم جنب بعض، والاثنين معروضين بس يكونوا جنب بعض في نفس الشاشة. تمام كويس هندسة، شكرا. ربنا يبارك في حضرتك يا باشمهندس، ربنا يبارك في حضرتك. لحد الآن أتمنى الأمور تكون بسيطة. هندخل دلوقتي على جزء تاني، ندخل على زيس بي سي. عندك 3 قوائم مهمين في زيس بي سي. أولا اللي فوق خالص ده اسمه إيه؟ زيس بي سي، فده بالنسبة لي شريط العنوان. شريط العنوان فايل وكمبيوتر وفيو دي اسمه شريط القوائم. شريط القوائم، طيب كل قائمة فيهم نازلة منيها مجموعة أدوات فاسمه شريط الأدوات أو الريبون. إن بيسأل سؤال في الامتحان بيقول لك مثلا، بيفتح لك ملف زي ملف الوورد كده ويقول لك علم على الريبون. فين الريبون من دول؟ الريبون اللي هو يقصد بيه الأدوات، الريبون اللي هو قصده بيه الأدوات. أروح أنا أعلم على شريط الأدوات اللي عندي. أي برنامج في الدنيا بيتكون من 4 قوائم أساسية: شريط العنوان اللي بيكون فيه العنوان بتاع الملف، شريط القوائم، قوائم اللي بيطلع منيها الأدوات اللي بشتغل بيها، أما الريبون اللي هو شريط الأدوات، الأدوات اللي أنا بشتغل بيها داخل البرنامج نفسه. عندك صفحة العمل، وعندك من تحت اسمه شريط الحالة. شريط الحالة، طيب تعالوا كده نفتح أول أمر عندك اللي هو خلينا مثلا في كمبيوتر، نشتغل على كمبيوتر. عندك هنا في حاجة اسمها النافيجيشن بين، اللي هو قصده بيها اللي هو شريط الإشعارات أو قائمة الإشعارات. تعالوا كده نشيل علامة الصح من النافيجيشن بين. اللي حصل، شل القائمة اللي هي ناحية اليسار، شل القائمة بالكامل اللي هي القائمة دي اللي ظاهرة معايا. تاني أضغط عليها واروح اشيل علامة الصح من عليه، خفها لي خالص. طيب اعلم عليها علامة صح، واختار حاجة اسمها expand to open folder. هي هي، تعالوا كده نشيل دي، هي هي. طيب لو قلت له مثلا show all folder، ايه اللي حصل؟ ظهر معاك مجلدات اكتر. يعني دلوقتي انا واقف فين؟ احنا قلنا عشان اعمل توسعه انا عايز اعرف الملفات الموجوده على الديسكتوب. السهم اللي هو الاتجاه بتاعه ناحيه اليمين هدوس عليه، ففتح من تحت كل الملفات الموجوده على سطح المكتب. طيب مثلا داخل اللي هو السي، فتح لك كل الملفات الموجوده داخل السي، وهكذا. فمعنى كلمه شو والفولدر معناها بيظهر معاك كل المجلدات الموجودة عندك. طيب تعال نختار حاجة اسمها الشو لايبرري، بيظهر معاك حاجة اسمها اللايبرري اللي هو المكتبة، اللي هي المكتبة أصلا اللي بيكون فيها إيه؟ اللي بيكون فيها الصور بتاعة الجهاز، الميوزك، الموسيقى، المستندات، الفيديوهات، دي الحاجات اللي بعمل لها عملية تنزيل من الإنترنت. دي أصلا بتكون موجودة بالفعل في الجهاز، ده اللي هو المكتبة، اللي هو الموسيقى والمستندات والصور والفيديوهات. فأنا مش عايز دي ولا عايز دي، أنا عايز بس النافيجيشن بين. عندك بعد كده كلمة اسمها البريفيو بين. بص كده بيقول لك إيه؟ Selected a file to preview. تعال كده ندخل. هنا بقول له نو أو نو بريفيو، أنا آسف. أهو. نو بريفيو، مفيش عرض. ليه بيعمل الكلام ده؟ ليه مفيش عرض؟ تعالوا كده نختار مثلا حاجة خفيفة بالشكل ده. هنا وده فين؟ ما ظهروش أصلا. أهو ملف زي دي، ملف زي الوورد، عمل لي بريفيو ليه. طب تعالوا كده مثلا نختار مجلد بيقول لي نو بريفيو، يعني مفيش عرض ليه. فهو بيعرض لك الحاجة الموجودة داخل ملف أهو. أهو
الصورة مثلا حاجة زي كده أهو يعرضها لك في الجنب. وانزل واطلع زي ما انا عايز اهو. طب انا هشيلها. عندك بعد كده كلمة اسمها ديتيلز بين. ايه اللي حصل؟ بيعرض ليك التفاصيل الكاملة بتاعت كل ملف اهو. الملف ده بيقول لي التايتل بتاعه، عايز تضيف العنوان ضيف العنوان، ضيف ايا كان العنوان واقول له سيف. طب هنا الاسر، المؤلف، المؤلف اللي هو انشا المستند ده. طب السايز، حجم المستند. طيب الديت موديفايد، امتى اخر مره فتحت الملف وحدثت عليه. ده لو حاطط تاج هنا مثلا على صفحات البيج، هنا بيقول لي التوتال اديتنج تايم، الوقت اللي انت اخدته، الوقت الكلي اللي واخده في التعديل. هنا الكونتنت كرييتد، انا امتى انشات المحتوى بتاعي. هنا الديت لاست سيفد، امتى اخر مره عملت عمليه حفظ. اسم الكمبيوتر، كومنت لو ضايف اي تعليقات، وهكذا. فبيديني التفاصيل الكامله بتاعت اي ملف عندي. هشيل دي. هنا عندك اللي اوت اللي هو التخطيط، اللي هو الشكل اهو، شكل الايقونات اللي عندك اهي، ده اللي هو اللي اوت. تختار الشكل المناسب ليك. حتى لو بصيت تحت هتلاقي فيه شكلين جنب بعض، ده وده، اللي هما موجودين فين؟ في اللي اوت. تمام، كل ده احنا بنشرح في قائمة فيو او عرض. طب عندك كلمة اسمها سورت باي. احنا قلنا سورت باي بتعمل ايه؟ بترتب. سورت باي بترتب، هدوس عليها. انا عايز ارتب الملفات اللي عندي على حسب الاسم، اختار نيم اهو. عايز ارتبها على حسب التاريخ، اخترت ديت. فهنا برتب الملفات اللي عندي على حسب الحاجه اللي انا عايزها، على حسب النوع، على حسب الحجم، وهكذا. هنا بقى المره دي لو عايز ارتب جروبات، لو عايز ارتب مجموعات، هنا اهو. هنا عندك حاجه اسمها الهايد سيلكتد ايكون. انا عايز اعمل اخفاء للايقونه اللي انا محددها اهو، فظهرت بس بنسبه بهتان. هناخد طريقه اخفاء المجلدات بالكامل ان شاء الله مع بعض. تمام، هنا عندك حاجه اسمها الاوبشن، هندوس عليها واختار حاجه اسمها تشينج فولدر اند سيرش ايكون. فتح معاك القائمة دي. القائمة دي هناخدها برضو كمان شوية بالتفصيل. تمام، حلو خالص لحد الآن. ده بالنسبة لي فيو. طيب تعالوا كده نختار من فوق كلمة اسمها سيرش. ده لو عايز اعمل شير او مشاركة للملف اللي انا واقف عليه اهو. طيب عايز ابعته عن طريق الايميل، اختار ايميل. عايز ابعته بس عن طريق كملف مضغوط، اختار ست اي بي. طب عايز ابعته عن طريق فاكس، اختار فاكس. عايز ابعته عن طريق طبعة مثلا او اطبعه، يعني ابعته على الطبعة او اعمل له ارسال على الطبعة عشان اطبع الملف. طيب عايز اعمل له حرق، يعني ايه حرق؟ يعني اخليه على الاسطوانة مثلا اهو. ده بالنسبة لي شير. طيب عندك هوم. هوم بتعمل ايه؟ انا دلوقتي عايز اعمل نسخ للملف ده. في هوم من فوق هختار كوبي. كوبي اللي هو نسخ، كوبي اللي هو نسخ. طيب لو عايز اعمل له عمليه لصق، قلنا بعمل ايه؟ بيست او لصق، بيست او لصق. طيب انا عايز اعمل له عمليه قص، انا عايز اشيله من المكان اللي فيه واحطه في مكان تاني، اختار كت. الموف تو، يعني ايه كلمة موف تو؟ يعني انا هعمل عملية انتقال، هبعت الملف. موف تو بتساوي ايه؟ بتساوي كت. موف تو انا هبعت الملف فين؟ اختار المكان اللي هبعت عليه الملف، انتقال الى. طيب اهو
انا مثلا هبعته فين 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 على الديسكتوب. انا عملت له كده ايه، بعت على الديسكتوب. يبقى معنى كده ان الموف تو بتساوي ايه، بتساوي كت. طيب الكوبي تو هاخد مني نسخة احتياطية في المكان اللي انا عايزه. طيب ديليت هيحذفه. طيب رينيم هيعمل لي اعادة تسمية ليه. هنا بيقول لي ايه، اول ما ادوس على السهم اللي تحت كلمة ديليت بيقول لي ريسايكل. معنى كده ان انت هتوديه لسلة المحذوفات. طيب هنا بيقول لي هتعمل له عملية حذف بيرمنتلي ديليت، يعني هتعمل له حذف دائم، هتحذفه خالص من الجهاز، اللي هي اختصارة شيفت مع ديليت. بس هنا رينيم هعمل له اعادة تسمية. هنا نيو فولدر لو عايز انشئ مجلد جديد. طيب اختصارة انشاء المجلد الجديد، كنترول مع شيفت مع ان، كنترول مع شيفت مع ان. طيب انا دلوقتي عايز احدد مجموعة ملفات جنب بعض، هعمل ايه، احددهم ازاي؟ هدوس على كنترول من لوحة المفاتيح وافضل احدد كل مجلد. انا عشان عندي مشكلة في الاختصارات، فاللي معاه الجهاز يطبق معايا، هدوس على كنترول من لوحة المفاتيح وما اشيلش ايدي من كنترول، واحدد كل ملف عندي، او هضغط على كل ملف كليك شمال. فانا كده حددت يعتبر ملفات. طيب انا عايز احدد، كمثال انا حددت ده اللي هو برامج هامة، ورحت بعد كده حددت كلمة او مجلد محمد رمضان. انا عايزه يعمل لي ايه؟ انا عايزه يحدد الملفات اللي ما بين برامج هامة وبين محمد رمضان. بدل ما المرة دي هختار كنترول هقول له شيفت، هدوس على شيفت من لوحة المفاتيح، شيفت من لوحة المفاتيح، واختار اول ملف. فشيفت بيعمل ايه؟ شيفت بيحدد معايا ملفات متجورة يعني جنب بعض. يعني هدوس على شيفت، انا اول حاجة هحدد ايه، برامج هامة، وهدوس على شيفت واختار محمد رمضان. ايه اللي حصل؟ تاني هحدد برامج هامة وادوس على شيفت من لوحة المفاتيح واروح احدد محمد رمضان. كده حدد كل المجلدات من اول برامج هامة لحد محمد رمضان. معنى كده ان هو عمل ايه، تحديد ملفات متجورة جنب بعض. اول حاجة بحدد الملف الاول، وبعد كده هدوس على شيفت من لوحة المفاتيح واحدد المجلد الثاني. كده عمل لي تحديد للملفات المتجاورة. طيب هحدد اول ملف وادوس على كنترول واحدد ملفات ثانية. كنترول بتعمل لي ايه، بتحدد ملفات بس مش جنب بعض. يعني انا اول حاجة حددت برامج هامة، هدوس على كنترول من لوحة المفاتيح واروح احدد اي مجلد تاني عايزه. ده اللي بتعملها لي كنترول. فده الفرق ما بين كنترول والشيفت. ان بيجي سؤال في الامتحان الدولي بيقول لك لتحديد مجلدات متجورة اختصارة ايه، شيفت بعد كده احدد. طيب غير متجاورة كنترول بعد كده احدد. هنا بيقول لي ايه، نيو ايتم، يعني انت هتنشئ مجلد جديد اهو. هي على فكرة الفولدر، هي نيو فولدر. طيب انا دلوقتي دوست هنا على بروبرتيز او خصائص، فتح معايا ايه، فتح معاك الخصائص بتاعت القطاع او الدرايف اللي انت فيه. طب انا واقف على ملف زي ده ورحت دوست على بروبرتيز او خصائص، ايه اللي حصل؟ ظهر معايا خصائص المجلد اللي انا واقف عليه، ظهر معايا خصائص المجلد اللي انا واقف عليه. يبقى لو عايز اعرف خصائص اي مجلد، يا اما كليك يمين عليه واختار بروبرتيز، يا اما احدده واقول له بروبرتيز من هنا فظهر معايا الخصائص بتاعت المجلد. طب لو دوست على اوبن فتحه لي، زي ما بضغط عليه ضغطتين كليك شمال هيفتحه.
طيب حددته ودست على اوبن برضه هيفتحه. طيب هنا لو دست على كلمة اسمها select all عمل ايه؟ عمل تحديد للكل اللي هي اختصارة كنترول مع ايه؟ كنترول مع ايه؟ يا اما كليك شمال واسحب عليهم كلهم. select all بيحدد كل. طيب select انا دلوقتي حددت ورحت دست على كلمة اسمها select none هيشيل التحديد اهو. حددت دول دست select none شال التحديد. طيب انا دلوقتي حددت كمثال محدد دول بس، انا محدد او خلينا الاربعه اللي شبه بعض، ورحت دوست على كلمه اسمها الانفيرت سيليكشن، ايه اللي حصل؟ حدد كله ما عدا الاربعه اللي انا محددهم في الاول اهو. حددت دول ودوست على انفيرت سيليكشن فحدد كله معاك ما عدا الاربعه اللي انا كنت محددهم في الاول. ده بالنسبة للشير وبالنسبة للهوم وبالنسبة للفيو. عندك حاجة اسمها الدرايف تول، الأدوات بتاعت القطاع ده لو عايز أعمل له عملية فورمات عايز أشيله أصلا. هي مش ظاهرة، هتظهر إمتى؟ لو أنا مش محدد أي مجلد عندي عايز أعمل له عملية قفل أقفله من البيت لوكر وأقول له تيرن أون بيت لوكر، اقول له يوز ا باسورد تو انلوك ذا درايف، انا هقفل القطاع ده واكتب الباسورد بتاعي واقول له نيكست. اما لو عايز اعمل له عمليه فورمات اشيله خالص اقول له فورمات. حلو خالص لحد الان. نرجع خطوه لورا، ده بالنسبة لفيو. وزائد ان احنا لما دخلنا جوه ظهرت معايا حاجات تانية اللي هي هوم وشير برضو شرحناها. طيب بالنسبة هنا بقى انا شرحت فيو، خلينا نشرح كمبيوتر. كمبيوتر بتعمل ايه؟ انا مش محدد اي حاجة دلوقتي ورحت دوست على كلمة بروبرتس، ظهر معايا ايه؟ ظهر معايا خصائص الجهاز. بروبرتيز ظهر معايا الخصائص بتاعت الجهاز. طيب انا حددت القطاع ده ورحت قلت له اوبن فتحه لي. طيب حددته وقلت له رينيم اعاده تسميه، اكتب الاسم اللي انت عايزه اللي هي هي، كليك يمين واختار رينيم او اعاده تسميه. طيب هنا اكسس ميديا، يعني ايه اكسس ميديا؟ بيقول لي كونكت تو ا ميديا سيرفر، انت هتعمل اتصال بايه؟ بجهاز ميديا. الميديا اللي هي زي الميوزك اللي هي الموسيقى عموما، انا هعمل اتصال عن طريق البلوتوث من الجهاز بتاعي بالسماعه من هنا. طيب بيقول لي الماب نتورك درايف، دي الخريطه بتاعت الشبكات بتاعتك. زي ما قلنا عندي حاجة اسمها الشبكة المحلية اللي بتكون في نطاق صغير، الشبكة المحلية اللاسلكية اللي هي الواي فاي، والشبكة الواسعة اللي بتمتد إلى مدن وقارات، وعندي شبكة الخادم. الشبكة المحلية اللي هو مثلا دلوقتي أنا فتحت الواي فاي، أنا حاليا موجود في البيت وفتحت الواي فاي بتاعي، لو بعدت مسافة معينة من البيت الشبكة بتفضل شغالة ولا بتفصل؟ بتفصل. هذا اللي هي بتكون في نطاق جغرافي صغير، ده اللي هو المحليه. طيب المحليه اللاسلكيه هي هي بس المره دي بتكون عبر الواي فاي، عبر الواي فاي او الاتصال الهوائي، بمعنى ان انا ممكن ابعد لمكان برضو تكون موجوده مفتوحه معايا. طب انت هتقول لي ان الاثنين واحد برضو مفيش فرق؟ لا، الفرق ان انا دلوقتي في المحليه اللي بتكون في نطاق جغرافي صغير، لو كنت حاطط الكابل الوصله بتاعت الانترنت انا موصلها بالجهاز، معناها ان انا مربوط بالمكان اللي انا موجود فيه. طيب انا عايز اروح لمكان تاني، هضطر ان انا اشيل الوصله بتاعتي واروح المكان ده، فمعنى كده ان الشبكه المحليه انا مربوط بمكان صغير. طب المحليه اللاسلكيه اللي هي برضو مربوط بمكان صغير بس عن طريق الاتصال الهوائي اللي هو شبكه الواي فاي. طيب الواسعه
الوسائل اللي احنا بنعمله دلوقتي. يعني انا موجود في مصر بتواصل مع الموجود في السعوديه، مع الموجود في الامارات، مع الموجود في فلسطين، مع الموجود مثلا في الكويت. فاحنا بنعمل عمليه تواصل عن طريق برنامج زوم تمتد الى مدن وقارات. هنا بيقول لي اد نتورك لوكيشن لو عايز اضيف موقع شبكه، اقول له نيكست، تشويس كاستم لوكيشن اهو، اكتب هنا اسم الشبكه واضيفه. ده لو عايز اضيف موقع شبكه. طب لو عايز افتح الاعدادات اقول له اوبن سيتنج، اوبن سيتنج، فتح معايا الاعدادات بتاعت الجهاز. طيب رحت هنا على كلمه اسمها الانستول اور تشينج بروجرام. انا لو عايز اعمل الغاء تثبيت لبرنامج هدوس عليه، فتح معايا دي كلها برامج تحت بيعمل عملية لودينج أو تحميل. انتظر طيب أنا عايز أعمل إزاي ده؟ أحدده بقول له انستول من فوق، انستول أور تشينج بروجرام، واحدد البرنامج اللي عايز اعمل الغاء تثبيت وهقول له انستول او الغاء تثبيت، انستول او الغاء تثبيت. طب رحت هنا على كلمه اسمها سيستم بروبرتيز، فتح معايا، انا هقفل كل اللي عندي بروبرتيز، هتلاقيه هنا فتح معاك ايه برضو، فتح معاك اعدادات الشاشه اهي انتوا شايفينها دي اللي كنا فيها من شوية. طيب عندك كلمة اسمها المانج او التحكم، تعال ندوس عليها. واقول له حاجة اسمها ديفايس مانجر، دوست عليه. هنا عندي مشكلة في ايه؟ عندي مشكلة ان ال WBDI مش شغال عندي، وهنعرف ده معناه ايه. طب تعالوا كده مثلا نروح على الديسبلاي الشاشة، كارت الشاشة متعرف او متعرف عندك اهو، انفيديا جي فورس ام اكس 150، انتل يو اتش دي جرافيك 620. طيب الاسطوانة الشاشة متعرف ولا لا؟ اهي الشبكات. فمن هنا بعرف اذا كان الحاجه متعرفه ولا لا. طالما لقيت المؤشر بتاع السهم بالشكل ده معناه ان هي متعرفه اهي، ده البلوتوز. طب علامه التعجب معناها مش متعرفه، ادوس عليها هنا معناها مش متعرفه، هنا تمام مفيش اي مشكله، ده الصوت، الصوت متعرف. الميزه في ويندوز 10 وويندوز 11 لما اجي اعمل نسخه وكنت مشغل انترنت هيعرف نفسه بنفسه طالما مشغل واي فاي عندي او الانترنت. طيب في كلمه اسمها ديسك مانجمنت، انا عندي كام درايف او كام قطاع؟ انا عندي اثنين، السي والدي، السي والدي، مخلي ده مثلا 424 ومخلي ده 507. لا انا عايز اعمل اعاده تقسيم تاني، انا عايز اقسمهم على ثلاثه، اقسمهم على ثلاثة، كليك يمين على الدرايف او القطاع واختار حاجة اسمها اللي هو الشرانك فوليوم، هدوس عليها. استنى عليها وبعد كده اروح اقسم زي ما انا عايز. واخد وقت معايا، ما تهمنيش دلوقتي. ده بالنسبة للكمبيوتر. طيب أنا لما باجي، حاضر، تاني المانج ده هو بالنسبة ليه. طيب لا طبعا بيكون له حدود معينة، يكون له حدود معينة.
انت عايز تحرق الملفات، ممكن يحرق اي نوع ملفات بدون استخدام طبعا بدون استخدام برامج. موضوع الحرق ده يعني لو كده ممكن مثلا نخلي المحاضرة اللي جاية هنعمل مع بعض الحاجة زي ما بقول لك، انا حرقت النسخة على الاسطوانة. يعني ايه حرقت النسخة على الاسطوانة؟ يعني الاستخدام بتاع الاسطوانة بيجي للنسخة بس، بحيث ان انت لما تيجي تحط الاسطوانة داخل الجهاز تعمل إعادة تشغيل للجهاز، وبتختار أو بتمشي تتبع الوسائل أو الطرق اللي بعمل بيها تثبيت للنسخة، تكون بس إيه داخل الأسطوانة إيه النسخة بتاعتك، يعني مش هتقدر تحط فيها أي حاجة تانية. يبقى الاستخدام الكلي والنهائي للحاجة دي نسخة بس. بس هل ممكن أحط ملفات تانية بداخلها؟ آه، بس هي أصلا الأسطوانة اتحولت لإيه؟ لنسخة ويندوز، بمعنى كلمة حرق. فلاشة نفس القصة، أنا حولت الفلاشة بتاعت النسخة ويندوز. ممكن لو كده أديكم البرامج اللي بتحرقوا بيها الملفات، وممكن نحرقها عن طريق اللي هو الوسيلة اللي احنا أخدناها من شوية. من فين؟ احنا قلنا من هنا أهو، من الشير، وأختار بيرن تو ديسك، بس أنا عايز أعمل له عملية حرق على الديسك بتاعي. ليها طرق معينة بمشي بيها. أنا دلوقتي لما أجي أفتح أي فولدر، هل ضغطة واحدة بس كليك شمال ولا ضغطتين كليك شمال؟ ضغطتين كليك شمال. عشان أفتح ده ضغطتين كليك شمال. تعالوا كده نروح على فايل واختار حاجة اسمها اوبشن. هنا بيقول لي كليك ايتم از فلو، يعني انت لما تيجي تضغط عايزه يضغط لك سنجل كليك ولا دبل؟ تعال كده نختار سنجل واقول له ابلاي واقول له اوكي. بمجرد ما هتضغط ضغطة واحدة بس على اي ملف هيفتح معاك اهو، ضغطة واحدة بس فتح معاك. انا عايز اخليها اتنين، من فايل واوبشن اروح اخليها الدبل كليك. طيب حلو خالص. انا عندي كمثال مجلد بالشكل ده، لا هو الافضل انت تقسمه كذا جزء، يعني الافضل انت على الاقل تخليه مثلا تخلي السي لوحده، وتخلي مثلا دي على الاقل اتنين، بس ما تخليهوش قطاع واحد بس، ده الافضل. يعني ليه؟ خلي السي اللي عندك هو اللي شايل لك كل حاجه بالنسبه للبرامج، اما الدي حط فيه باقي الملفات التانية. عايز تزود زود، بس يفضل ان انت ما تعملهوش على قطاع واحد بس، لا قسم اقل حاجه اتنين زي ما انا عامل كده. ممكن تزود او ممكن تزود. طيب الملف اللي انت بعته ده اللي هو من خلاله بقدر احرق النسخة على الاسطوانة بالظبط. طيب انا عندي مجلد بالشكل ده، ضغطت كليك يمين عليه ورحت اخترت كلمة اسمها بروبرتيز او خصائص. انا لو قلت لك خلي لي الملف ده في وضع القراءة فقط، طيب قبل ما اكمل، لو عملت فورمات هتفقد الداتا كلها، هتفقد الداتا كلها دي في حالة لو انت الداتا اللي موجودة مش عايزها، فلا اعمل فورمات. لكن لو عايزها حاول تنقلها الملف تاني، وبعد كده مثلا الحاجات اللي مش مهمة اعمل لها فورمات كلها مرة واحدة. طيب انا ضغطت كليك يمين، احنا قلنا عشان اعرف خصائص اي واحد فيهم او اي ملف عندي، كليك يمين واختار بروبرتيز او خصائص. انا لو قلت لك خلي لي الملف ده في وضع القراءه فقط، اروح من تحت اعلم علامه صح على كلمه اسمها الريد اونلي، انا هخلي لي القراءه بس، يعني محدش يعدل فيه. طيب عايز اخفيه من هيدن، اعلم علامه صح على هيدن واقول له ابلاي ثم اوكي اهو.
هو اختفى بس ما اختفاش خالص، هو ظاهر بنسبة بهتان. هنعرف كمان شوية ازاي اخفيه خالص، ازاي اخفيه خالص. تمام هندسة، هجاوبك على السؤال بس عدي بس النقطة دي. حاضر، انا عندي فولدر بالشكل ده، حلو كده، حلو. عايز اغير الشكل بتاعه، في كلمة من فوق اسمها الكستمايز، كاستمايز، ومن تحت في كلمة اسمها تشينج ايكون، تغيير الايقونة، واختار الشكل اللي انا عايزه. تاني كليك يمين على الفولدر واقول له بروبرتيز او خصائص، بس دي بالنسبة للفولدرات، ما يجيش حد عند فايل او ملف تشغيل ويقول انا عايز اغير شكله. لا، ما ده شكله الطبيعي، ده اصلا الواتساب ده شكل الواتساب من الشركة المؤسسة ليه، حتى تلاقيها مش ظاهرة اصلا كاستمايز. كليك يمين بروبرتيز كاستمايز، واختار من تحت كلمة اسمها تشينج ايكون، واختار شكل الايقونة اللي انا عايزه اهو. هتتغير شكل ده عشان اغير شكل الايقونة اللي عندك. عندي مجلد زي ده، قلت بروبرتيز ورحت علمت صح على هيدن، قلت له ابلاي ثم اوكي، هو اختفى بس ظهر بس بنسبة بهتان، انا عايز اخفيه خالص. هروح على زيز بي سي واختار من فوق قائمة فيو، قائمة فيو هنا، طالما متعلم علامة صح على الهيدن ايتم معناه ان هو بيظهر لك الاخفاء. طب تعالوا كده نشيل علامة الصح ونروح على سطح المكتب، فين الملف اتشال، اظهره تاني ازاي؟ اروح اعلم علامة صح على الهيدن ايتم، اهو ظهر تاني معايا. طب في طريقة تانية، من زيز بي سي واروح على فايل، ومن فايل هختار حاجة اسمها تشينج فولدر اند سيرش اوبشن، واروح اختار من فوق كلمة اسمها فيو او عرض، فيو او عرض. هنا بيقول لي ايه؟ دونت شو هيدن، وشو هيدن، شو هيدن معناه هيظهر لك الملف بنسبة بهتان. طب انا مش عايز اظهره خالص، اروح اعلم علامة صح على دونت شو هيدن، دونت شو هيدن. حلو خالص لحد الان. انا هنا هشيل الفاء اهو، هرجعه تاني، هشيل علامة الصح من هيدن، اقول له اوكي، فرجع زي ما كان تاني. تعالوا كده نضغط كليك يمين على الملف، وعايز اعرف الخصائص بتاعته بروبرتس. هنا بيقول لي ايه؟ هنا بيديني اسم الملف بتاعي، اسم الملف ده الشكل بتاعه. هنا بيقول لي التايب، التايب النوع بتاعه ايه؟ فولدر، النوع بتاعه ايه؟ فولدر. طيب مكانه فين بالظبط؟ اللوكيشن اللي هو المكان. بيقول لي انت اول حاجة هتدخل على السي، بعد كده هتدخل على ملف اسمه اليوزر، بعد كده هتدخل على ملف اسمه لغة العصر، بعد كده هتدخل على ملف اسمه الديسكتوب، هتلاقيه ظهر. معناه انا بمشي من ناحية الشمال لحد اليمين. تعالوا كده نمشي الخطوات دي. قال لنا ادخل على السي، بعد كده ادخل على ايه؟ اليوزر. فين اليوزر؟ اهو اليوزر. بعد كده ادخل على لغة العصر، اهو. بعد كده ادخل على الديسكتوب، فين الديسكتوب؟ اهو. فين الملف بتاعي؟ اهو، انا لقيت الملف بتاعي اهو. فبيديك مكان الملف فين بالظبط. طيب هنا بيقول لي السايز والسايز اون ديسك. السايز ده الحجم الاصلي بتاعه، الحجم الاصلي بتاعه. اما السايز اون ديسك حجمه على السي او الدي، يعني حجمه على القطاع، الحجم بتاعه على القطاع. طيب هنا الكونتين، يعني الملف ده من جواه بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على سبع فايل، سبع ملفات، سبع فايل. طيب بيقول لي صفر صفر فولدر، ما فيهوش مجلدات من جوه. طيب كرييتد، انا انشاته امتى؟ بيديك التاريخ بالتفصيل، امبارح اللي هو 12 2 2022 الساعة 8
و28 دقيقة و21 ثانية. بي ام معناها مساء وي ام معناها صباحا. طيب تعالوا كده مثلا ملف زي ده، ملف زي ده نزود كلمة اسمها المودفايد. المودفايد انا امتى حدثت على الملف ده، امتى فتحته وحدثت عليه. طيب الاكسسد امتى اخر مرة فتحته، امتى اخر مرة فتحته، وبرضه بيدهوني بالتفصيل. شوف بقى لحد الان خدنا كل القائمة دي ما عدا البرسونلايز، خدنا اوامر تاسك بار، طور شرحنا كل ما بداخل الزيز بي سي، تمام. قائمة ستارت برضو شرحناها، دي اللي هو الاعدادات اللي هناخدها ان شاء الله محاضرة بكرة، تمام. قلت هنعرفه، بس في جزئية صغيرة قبل ما ننهي المحاضرة من فايل، ورحت قلت له حاجة اسمها الاوبن نيو ويندو، هيفتح لك نافذة جديدة اهو، ادي النافذة الجديدة اللي فتحها. طيب من فايل هختار مثلا هيلب اللي هو مساعدة، طيب كلوز اللي هو علامة الاكس من فوق، قفل لي علامة الاكس بيقفلها. طيب دي بيصغرها شوية، دي بيعمل لي ليها عملية طي، طي يعني بيقفلها لي بس بيسيبها لي مفتوحة تحت في التاسك بار، يسيبها لي مفتوحة في التاسك بار. طيب لحد الآن في أي أدنى مشكلة؟ أتمنى الأمور تكون بسيطة لحد دلوقتي إن شاء الله بإذن الله. المحاضرة اللي جاية معانا الكنترول بانل هنشرحها بالتفصيل، معانا السيتنج أو الإعدادات هنشرحه بالتفصيل، وعندنا اللي هو البيرسوناليز هنشرحه بالتفصيل. ده بالنسبة لمحاضرة بكرة إن شاء الله يوم الاثنين. محاضرة الثلاث هنشرح 6 أو 7 برامج داخل الجهاز اللي هو البيلت إن، زي الآلة الحاسبة، زي الرسام، زي المفكرة، وهندخل في الانترنت على يوم الثلاث ان شاء الله يبقى في وقت ان احنا نخلصه، وعلى يوم الاربع نكمل الاوتلوك او نشرح الاوتلوك، تمام. ده اللي هو الجدول الزمني اللي هنمشي بيه لحد يوم الثلاث او الاربع باذن الله. فاحنا مشيناها واحده واحده لحد الان. في اي مشكله مع الناس؟ لا يا هندسه، باشمهندس محمد تهامي، في اي وقت، في اي وقت في حاجه مش فاهمها قول لي عليه، مش مشكله نوقف في المحاضره طالما في جزئيه مش واضحه للناس. وبالنسبه لكل الحاجات اللي انت سالتني عليها، الحاجات اللي لسه ما جاوبتش عليها محتاجك بس معلش تبعتها لي على الشات او تبعتها على الجروب علشان افتكرها واشرحها بكره ان شاء الله. بالنسبه لبرضه السؤال اللي سالته اللي هو هل في سبب لتقسيم اكتر من جزء، لان الشركه عندنا بيعملوه كل جزء واحد، ولما قلت لهم قالوا احنا ويندوز 365. هو مفيش سبب بس على حسب، يعني مثلا ويندوز 365 هو قصده ويندوز 365 ولا اوفيس 365؟ زائد هو على حسب، انا دوكت ويندوز 10، انا اللي يريحني كمكان مثلا انا هخليها 2 قطاع، خليها السي والدي. في شركات كبيره بتقول لك لا انا مش هحتاج غير قطاع واحد بس، هو للاسف ما فيش. انا اول مره اسمع عن ويندوز 365، بس بالنسبه لموضوع التقسيمات ملهاش دعوه بموضوع الاوفيس 365 خالص، دي حاجه ودي حاجه. يعني انا لو عايز اعمل تقسيم للقطاعات اللي عندي ملهاش دعوه باوفيس 365. انا هقسم النسخه اللي هي ويندوز 10 ويندوز 11 ويندوز 7، لكن انا مش هلعب في الاوفيس. ممكن يكون ليهم يعني زي ما قلت لك في سبب مخلي الشركه ان هي لا انا عايز قطاع واحد بس، تمام. هو برضو على حسب، يعني انا دلوقتي عايزه قطاع واحد هيريحني، عايزه 2 يريحني، عايزه 3، بس انا بقول لك الانسب يعني يفضل ان تخلي السي دي خاص بس بالنسخه، وتخلي القطاع الثاني ده تحط فيه الملفات والمجلدات بتاعتك.
بس هو بدل ما خلاهم اتنين خلاهم واحد، حط كل المساحة كلها في قطاع واحد. ده ممكن يظهر معاك مشكلة انت فيما بعد، لان برضو لو النسخة عندك سقطت او النسخة حصل فيها مشكلة كده، يعتبر كل اللي انت حاطه في السي هيروح معاك، هيكون في سهولة في فقد في الملفات. انت لازم يبقى عندك على الاقل نسخة احتياطية منه. يعني القطاع الثاني انا بالنسبة لي ده نسخة احتياطية من القطاع الاول. حاضر. بالنسبة لإخفاء المجلد، أهو أنا عندي فولدر، كليك يمين عليه وأقول له بروبرتيز أو خصائص، وأروح أعلم علامة صح على كلمة اسمها هيدن، وأقول له أبلاي ثم أوكي. هو هنا اختفى بس ظاهر بنسبة بهتان، أنا عايز أخفيه خالص. أروح على زيز بي سي وأختار من فوق أمر فيو، واروح اشيل علامة الصح من الهيدن ايتم اهو. تعالوا كده نروح على سطح المكتب، اختفى خالص، اختفى خالص معايا. اظهره تاني ازاي من فيو، واروح اعلم علامة صح على الهيدن ايتم، اشيل الاخفاء خالص اهو. انا شلت اي تي سيستم، حرق ملف. حرق ملف معناه ان انا بحول الحاجه اللي عندي او الاداه اللي عندي لحاجه اختصاصيه اكتر. بمعنى انا دلوقتي الاسطوانه بيقول لك انا هحرق النسخه على الاسطوانه، معناها ان انا خليت الاختصاص الكلي او الاستخدام الاساسي بتاع الاسطوانه ويندوز بس، ده الاستخدام الاساسي. فانا بحول جزء لايه؟ لحاجة مهيمنة عليها. بمعنى أنا النسخة بتاعتي أنا عايز اسطوانة تخص النسخة بس، ما يهمنيش أي حاجة تاني، أو عايز مثلا كمثال فلاشة أحط عليها مجلدات بس، فأنا هحرق المجلدات دي على الفلاشة. معناها إن الفلاشة أصلا بيجي استخدامها الأساسي إيه؟ للمجلدات. الفلاشة بيجي استخدامها الأساسي إيه؟ للاسطوانات. فمعنى كلمة حرق، حرق ان انت كانك بتحول الفلاشه اللي عندك لايه؟ لنسخه، بتحول الفلاشه اللي عندك لفولدر او مجلد وهكذا. تمام؟ ده بالنسبه شرح بسيط لمعنى كلمه حرق. فان شاء الله باذن الله، عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، باذن الله بكره كده هنحاول برضو نشتغل مع بعض وهنعرف يعني ايه حرق بالتفصيل الممل. يعني بكره ان شاء الله هنشرح كنترول بانل بالتفصيل، هنشرح السيتنج او الاعدادات بالتفصيل برضو، وهنشرح مع بعض جزء البيرسونال بالتفصيل. ده كله هنشرحه بالتفصيل ده بالنسبه لمحاضره بكره ان شاء الله اللي هي يوم الاثنين، وهعيد تاني على جزء الحرق هنشرحه بالتفصيل الممل. زائد برضو ان شاء الله على يوم زي ما قلنا يوم الثلاث هنكمل، هننهي ان شاء الله النسخه الويندوز ويندوز 10، ونبتدي ندخل في المديول الثاني اللي هو اساسيات الانترنت. عندي هارد لاب ممكن استخدمه كفلاش على اي جهاز لو عندي. معلش يا باشمهندس سامح، ممكن توضيح للسؤال بتاعك؟ توضيح للسؤال، لو عندي هارد ممكن استخدم بنرك فلاش على اي جهاز؟ تشغيل الاندرويد على ويندوز 11. باشمهندس سامح معلش، ممكن توضيح للسؤال؟ تشغيل الاندرويد على ويندوز 11، يعني حضرتك محتاج تشغل هارد خارجي بركبه في راك وانقل بيه بيانات. كويس. لو عندي هارد ممكن استخدمه بالراك فلاش على جهاز؟ بالظبط، ينفع طبعا. لو عندي هارد ده ممكن استخدمه، ممكن تستخدمه.
بالنسبة أو ينفع لو ينفع لو الهارد اتحك في الراكت تعمل له اتشاف كأنه فلاشة بالظبط، ممكن أعمله كأنه فلاشة بالظبط عن طريق موضوع الحرق. عندي توصيل بأي جهاز ليزر رغم إنه مقسم، ده بالنسبة لايزر. طيب هو عموما لو انا جيت وصلته مثلا في جهاز ما معين، ساعات بيكون مشكله في ايه؟ مشكله في الوصله بتاعه اليو اس بي اللي انت بتوصل بيها، الوصله نفسها فيها مشكله، فيها مشكله لان ده حصلت معايا قبل كده. فوديت الجهاز لواحد نظف لي وصلات اليو اس بي، حطيته تاني اشتغل معايا، فاتاكد ان حتى الوصله انت شغال بيها بتاعه اليو اس بي عندك شغالة كويس أو نظيفة عندك، لأن برضو لو دخل عليها أي تراب برضو بيأثر فيها، ممكن بسببها يخليك ما تقدرش تفتح أي حاجة تاني. يعني أنا عندي مثلا وصلة يو اس بي في الجهاز عندي مش شغالة بسبب إيه؟ بسبب إن أنا برضو استخدمتها كتير، زائد إن برضو دخل فيها مية، دخل فيها تراب، أي حاجة لمستها من جوه أنا لازم أفتح اللاب بتاعه ولازم أنضفه. ممكن تسطبه على هارد خارجي طبعا، ينفع ممكن تسطبه على الاسطوانة. حاضر، اشرح لكم ازاي نشغل اندرويد على ويندوز 11. حاضر. جربت اغير الراك وغيرت الوصلة وغيرت الجهاز وللأسف برضو الهارد مفتحش. ازاي اتصل بحد من اللاب وهل لازم اكون موصل الجهاز بالموبايل؟ يعني انت معاك تليفون وعايز تتصل باللاب صح كده؟ طيب معلش يا باشمهندس احمد، هتاخد لي بس سكرين للاسئله اللي اتسالت دي عشان نقدر نجاوب عليها ان شاء الله خلال المحاضرات اللي جايه، ان في حاجات محتاجه تاخد وقت، يعني هتاخد محاضرات كامله، فلو كده معلش حضرتك هتاخد لي سكرين ليها وهنشرحها ان شاء الله في محاضرات لوحدها. تطبيقات تتسطب عليه تفتح. مش لازم تكون على فكرة المتصل، يعني موصل التليفون باللاب بتاعك، على الأقل يكون مثلا عامل عملية كونكشن أو اتصال ما بينهم بس عن طريق اتصال هوائي. ممكن عادي تفتح التليفون على اللاب بتاعك بدون ما أنت توصله بوصلة، وصلة ما بين الجهاز وما بين التليفون، ينفع عادي، ليها برامج وفي نفس الوقت برضه ممكن أعملها بطريقة تانية. وكل ده إن شاء الله بإذن الله هنشرحه مع بعض في محاضرات مفصلة لوحدها. بس معلش يا هندسة لو سمعني ممكن بس ناخد سكرين للأسئلة. لو بالنسبة لموضوع أنا مش الراجل خدت سكرين. تمام، أشكرك يا هندسة. عفوا. فندوس 11 بيدعم من تفتح وتتصل. بص هو انا ما استخدمتش ويندوز 11 عشان برضو ما اقولش حاجه انا ما اعرفهاش، فمعلش سيبني ابحث في الموضوع ده وارد عليك. انا الفتره دي انا ما بفضلش ان انا اشتغل ويندوز 11. ليه؟ لان ويندوز 11 لسه بيتعمل له عمليه تحديث، بمعنى ويندوز 11 نزل وعليه تحديثات كتيره، عليه تحديثات كتيره، يعني كل فتره بيتعمل له عمليه تحديث، ممكن تلاقي بعد شهر لا اتغير خالص. النسخة اللي بتنزل جديد على الأقل بنستنى عليها 6 شهور عشان يبقى خلاص التحديثات اتفعلت عليه، إن هو كل فترة والتانية بيعمل تحديثات، يعني ويندوز 10 في منيه كذا إصدار وهكذا برضه ويندوز 11. فأحاول أنا برضه أجربها وهرد عليك إن شاء الله على السؤال ده إن شاء الله المحاضرة اللي جاية. حد عنده أي سؤال لحد الآن؟ الميني تول بارتيشن ويزارد. للأسف ما عنديش خلفية عنه يا هندسة، بس أوعدك إن أنا هبحث عنه وإن شاء الله بإذن الله لو عرفت أوصل له بإذن الله هنتطرق لكل حاجة بالتفصيل إن شاء الله في المحاضرات اللي جاية. مش مشكلة، أنا هبحث عن الملف ده إن شاء الله وبإذن الله هوصل لنتيجة، وبإذن الله زي ما قلت لكم بالنسبة لكل الأسئلة دي هتعمل لها محاضرة لوحدها، ما عنديش أي مشكلة.
حد عنده أي سؤال تاني؟ أولا يعني بعتذر للناس لو المحاضرة كانت طويلة أو كان فيها معلومات كتيرة أو صدعت الناس معايا، بس إن شاء الله بإذن الله يعني أتمنى من الله عز وجل يعني أن يوفقنا إن شاء الله إن إحنا نوصل لكم المعلومة بصورة مبسطة وبصورة سهلة تقدر تفيدكم فيما بعد كده، والشرح ما يكونش صعب عليكم، إن أنا كواحد برضو من الناس بشرح أنا مش هستفاد حاجة لما أصعب الشرح عليكم، فالأمور أبسط مما نتخيل والشرح أبسط مما نتخيل، كلنا بنستفاد من بعض، أنا هستفاد منكم النهاردة وأنتوا هتستفادوا مني بكرة، فربنا يوفقكم إن شاء الله، وأي أسئلة محتاجينها ابعتوها، وبرضه إن شاء الله أنا مش هتأخر عليكم يعني، فربنا يوفقكم بإذن الله. أنا مش هطول عليكم أكتر من كده، هنكتفي بمحاضرة النهاردة باللي إحنا أخدناه، وإن شاء الله لنا لقاء بكرة تاني الساعة 6، يعني هنصلي المغرب وهنبدأ إن شاء الله. ميعادنا بكرة الساعة 6، بالتوفيق لكم إن شاء الله، السلام عليكم.